مساء الخير. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، وهي تاج راسنا زي ما بنقول او شعرنا. عايزة افسر لكم كده حاجة بسيطة قوي ان احنا اللي بنعمل في شعرنا. يعني احنا بنعمل ايه؟ مبدئيا احنا كبنيات او كستات احنا بنصبغ شعرنا كتير قوي، بنعمل بيبي ليس وسشوار، بنتجه لحاجات زي الفرد والحاجات دي كلها بتأثر على شعرنا، وبعد كده نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. طب احنا عايزين نتجنب الكلام ده، وهعرفكم النهارده في حلقتي احنا هنعمل ايه في شعرنا. سي مثلا لو انا بعاني من تجاعيد في الشعر، او بقابل مشكله مع اولادي ان هم عندهم تجاعيد كتير وده بيعمل لي مشكله واحنا على دخول المدارس بتاعتنا، طب ده انا هعمل هنا ايه؟ هعمل حاجه اسمها بروتوكس. طب ايه هو البروتوكس ده؟ البروتوكس ده عباره عن بروتين وبوتوكس. طب البروتين ده بيعمل ايه؟ البروتين ده بيغذي الشعرايه من بره ويبدا ان هي يغلفها لي او يعمل عليها غلاف. اما البوتوكس فهو زي ما بيرخي العضلات، هو بيرخي الشعرايه التعبانه او المرهقه او المجعده. امن جدا على الاطفال، طول ما انا الماده بتقدر ان هي تتحط على فروه الراس فانا تاكدي ان مفيش حاجه اسمها فرد في الموضوع كله. ده علاج، وده دايما بستخدمه لما بلاقي الشعر مرهق جدا وعندي تساقط شديد جدا. قبل ما بشتغل معاها في موضوع الحق بضطر ان انا اعمل حاجه وهو البروتوكس. طيب ده اول مشكله عندي. المشكله الثانيه عندنا بتكون مشاكل بتبقى مرضيه. زي ايه؟ زي حاجات كتير قوي، منها الصلع الوراثي، ودي اكتر الناس والشباب اكتر الناس بيعانوا منها. هنا هنعمل ايه بالظبط؟ لو هنتكلم عن الصلع الوراثي يبقى احنا عندنا حاجتين. ايه هما؟ ستات ورجال، عشان ما تجيش حد يقول لي لا الستات ما بيجيلهاش صلع وراثي. بالعكس جدا، انا لازم يكون عندي صلع وراثي، يعني حتى لو من الجد السابع ده هيأثر معايا او هيظهر على حد من الاحفاد. هنا هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها الايسل. وببساطه كده هفهمكم الايسل دي عباره عن ايه. الايسل هي اربع حاجات مع بعض: جروس فاكتور، اي ماتريكس، ستام سيل، وبروتين. هفهمكم كل واحد بيعمل فيه ايه. البروتين مبدئيا هو بيتخن الشعرايه نفسها، يعني عشان كده بنقول ان الشعرايه الضعيفه بتتحول لشعر خيلي من بعد مرحله الحقن بالتدريج. عندي الستام سيل عشان تنبت لي البصيلات اللي موجوده، والجروس فاكتور عشان تحفز لي الموضوع ده يكون اسرع من كده، غير ان هي بتعمل البلوك للصلع الوراثي اللي عندي. يعني مش هيرجع يتكرر معايا الموضوع تاني يا دكتور؟ اه مش هيرجع يتكرر معايا تاني طول ما انا ماشي تمام. يعني ايه ماشي تمام؟ يعني احنا في 3 شهور ل6 شهور دي دوره الشعر بتاعتنا، انت بتفضل متابع معايا لمده 6 شهور كاملين، كل شهر بتجيلي، بس الايسل بتتحقن في اول شهر ورابع شهر بس. طيب اول شهر بناخد ايسل، بعد كده الشهر اللي بعده بتيجي بصور الحاله وبنشوف تجدد في الحاله وبنشوف تحسن، وانت كمان بتبقى ملاحظ او انت كمان بتكوني ملاحظه الموضوع ده، وبعديها بحقن بلازمد عشان اضمن النتيجه بتاعتي على جنب لوحدي. عشان ايه؟ عشان لو حضرتك قصرت في اكلك او لو انت ضايقتي شويه ده كله ما ياثرليش، لان الشعر بيتاثر من النفسيه. خليني كده اقول ايه الحاجات التانية اللي ممكن تسبب لي تساقط عشان توديني لمرحله الصلع. زي شباب كتير جدا بيكونوا عملوا حاجه اسمها فرد، او ان هما بيستخدموا دلوقتي سشوار كتير، او ان عملوا حاجات غلط كتير زي موضوع المواد الكيماوية الكوية. ده كله ممكن يسبب لي يحرق بصيلات الشعر، ودي تبقى مرحلة صعبة جدا في مرحلة العلاج. لو لحقناها بنبدأ ان احنا نعالجها، لو ما لحقناهاش بيكون حرق البصيلات ذات نفسها بتاعت زرع الشعر. عشان كده انا بنصح الناس ان هي ما تعملش الحاجات دي، واتجه لمكان متخصص ان هو يعمل لي الموضوع ده. طب لو انا بعاني من المشكله دي وانا شاب وبحب اعمل سشوار، طب اعمل بروتوكس عشان اقدر ان انا احافظ على شعري. كمان فكره البروتوكس ان هي بتحسني البصيلات اللي طالعه. يعني ايه؟ يعني عموما لما بنيجي نعمل فرد او بنعمل الحاجات دي بتبوظ الشعر او بتحرق بصيله الشعر، فبتطلع لي الشعر اللي بعديها مجعد اكتر من الاول وبيكون خشن جدا. اما البروتوكس هو بيعالج الشعريه فبيطلع لي الشعر او الجديد احسن من اللي كان عليه، يعني احسن من الاول. حاجة تانية عايزة اتكلم فيها، لو انا عندي انيميا ده بيأثر لي وبيعمل لي تساقط في الشعر، وهنا لازم اعالج الانيميا. ولو التساقط كتير يبقى هحقن بلازما. هو فاهم الناس يعني ايه بلازما، ويعني ايه معنى ان بلازما بتجيب نتيجة مع ناس، ويعني ايه ما بتجيبش نتيجة مع ناس. عشان في ناس كتير بتيجي بتقولي طب انا يا دكتور ما انا جربت البلازما وما جابتش معايا نتيجة. لا، ما هي البلازما يا جماعة اول حاجة لازم بيتحط عليها مادة اسمها الاكتيفيتور، والاكتيفيتور ده من غيرها ما بتشتغلش البلازما وما تجيبش نتيجة. تمام؟ طيب
تاني حاجة وهي نسبة الصفائح الدموية اللي موجودة، ودي بتبان في صورة الدم. يعني دايما بعمل التحليل عشان اشوف نسبة الصفائح الدموية، لو هي قليلة يبقى هي مش هتجيب معاك نتيجة، لو هي كتيرة يبقى كويس وهتجيب نتيجة. حاجة بقى أخيرة ببص عليها وهي نسبة الهيموجلوبين. يعني ايه؟ يعني مثلا حد عنده أنيميا وبدات ان انا احقنه واديله بلازما، انا ما عنديش مشكله ان انا اسحب منه واديله بلازما، هو مش هياثر معايا في موضوع الانيميا، بس لازم في نفس الوقت اكون ماشيه معاه في علاج الانيميا. يعني ما ينفعش اسيب ان يكون عندي سبب من جوه وانا عماله اغذي من بره بس. ده حوار البلازما. البلازما كمان بتستخدم كمان في ايه؟ في تجميل الوجه عموما، لما بيكون عندي بهتين في لون البشره، لما بكون عايزه ادي نضاره من غير ما استخدم اي حاجه ارتفيشال او اي حاجه من بره جسمي، لان البلازما عباره عن فيتامينات بس من الجسم ذات نفسه. طبعا هي بيتضاف عليها فيتامينز ثانيه بس بتبقى الرياكشن او النتيجه بتاعتها حلوه قوي، بتكون مستمره معايا. طيب في ناس بتقولي طب انا بشرتي مراهقه جدا، هل هي هتجيب نتيجه معايا بعد قد ايه؟ والله هي بتبدا تجيب نتيجه من اول شهر معايا، بس عشان تثبت معايا نتيجه باخد من 4 لـ6 جلسات. طيب دي حسب ايه؟ دي حسب طبعا الحاله اللي قدامي. يعني مثلا سي لو انا من النوع اللي بستخدم ميك اب يومي على وشي، ببدا ان انا اخدها كل شهر اوكي لمده 6 شهور، دي بتجيب نتيجه حلوه قوي، بتبدا ان هي تدي اضاءه لوشي وتعالج كمان التصبغات اللي موجوده وتقلل لي ظهور التجاعيد. دي فكره البلازما كلها. عايزه اقول برضو لو عندي حاله تساقط خفيفه ما بحقنش خالص، بعمل بس بروتوكس، عشان هو البروتوكس فكرته ان البروتين بيوقف لي التساقط اللي موجود بلس فيتامينز عشان بيكون عندي نقص في الفيتامينز. طيب عايزين برضو ما نظلمش الناس اللي هي ما عندهاش شعر خالص او خلاص راح عليهم موضوع البصيلات، وعايزين نتكلم عن موضوع زرع الشعر. امتى اقول انا ازرع وامتى اقول ان انا ما ازرعش؟ اول ما يكون عندي بصيلات انا ما ينفعش ان انا امد ايدي وازرع طول ما في بصيلات، لكن وانس ان هي راحت وخلاص ما بقاش عندي بصيلات، هنا هبدا ان انا افكر في موضوع الزرع، ولازم افكر فيه قبل ما يكون عندي كمان الشعر اللي ورا راح، لان انا باخد البصيلات دي وببدا ان انا ازرعها في المكان قدام. طبعا بيختلف من حد لحد، يعني لو عندي مساحه كبيره ببدا ان انا اعملها على مرحلتين، الفرق ما بينهم بيكون حوالي 6 شهور، لكن لو مرحله صغيره بتتعمل في جلسه واحده. طيب هي مدتها حوالي قد ايه؟ مدتها حوالي 6 ساعات، وبتختلف طبعا حسب الكميه اللي انا بزرعها. الحاجة الجديدة اللي انا عايزة اكلمكم فيها هو موضوع الامبلانتر، والامبلانتر دي تقنية حديثة جدا في موضوع زرع الشعر وليها كذا ميزة هكلمكم عنها. مبدئيا هي وفرت لي وقت كبير جدا، تاني حاجة عملت لي كثافة عالية ما بيعملهاش الاف يو اي او الاقتطاف لوحده، تمام؟ مشيت مع الشعراية. يعني ايه مشيت مع الشعراية؟ يعني لو انا بزرع في منطقة الجناب بقدر ان انا ازرع الشعر بالميل نفس ميول الشعراية الموجودة، ده ما بيعملوش الـ FUE. الحاجة الجديدة اللي هتكلم عليها في زرع شعر هي تقنية الامبلانتر او جهاز الامبلانتر، ودي تقنية حديثة جدا لموضوع زرع الشعر. طب هو ايه الامبلانتر ده؟ الامبلانتر ده عبارة عن جهاز او آلة بتدبس الشعراية جوه فروة الراس. طب ده هيعمل لي ايه؟ مبدئيا اداني كثافة عالية جدا، ما بيدهنيش الـ FUE لوحده، لان الـ FUE عشان ان انا اعمل الكثافة دي هحتاج ان انا ازرع مرة بعدين ازرع مرحلة تانية، ممكن كمان احتاج لتالتة عشان تديني الكثافة اللي هيدهني الامبلانتر من اول مرة. طيب تاني حاجة قلل لي في عدد الساعات بتاع العمليه بتاعتي، من 6 ساعات ممكن نخليها لـ4 ساعات. طيب عمل لي ايه كمان؟ اداني حاجه ميزه حلوه قوي ما كانش بيدهني الاف يو اي، الميزه دي ان انا بمشي مع الشعرايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا بزرع او بزود مرحله او مكان الجناب، فده بيبقى ماشي الشعرايه بميله معينه او باتجاه معين، الامبلانتر بس هو اللي يقدر يعمل لي الموضوع ده، الاف يو اي ما بيقدرش ان هو يمشي مع ميل الشعرايه. عشان كده بنات كتير من اللي هي بتعاني من هي بتكون عندها مشكله ان قورتها كبيره وبتكون خايفه ان هي تزرع، بتقول عشان الشكل الشعر بيبقى يا دكتور واخد اتجاه واحد، لا الامبلانتر عالج لي الموضوع ده خالص وبيمشي مع الشعرايه. الامبلانتر كمان بيعمل لي حاجه حلوه قوي، هي زرع الحواجب، ودي طبعا ايه حاجه بتتمناها كل بنت دلوقتي ان حواجبها تبقى سميكه، لانها هي دي الموضه زي ما احنا بنقول. زرع الحواجب ما بياخدش اكتر من 10 دقائق، وحاجه مستمريه معايا طول العمر. يا رب تكونوا استفدتوا معايا من الحلقه النهارده، وقدرت افهمكم ايه الحاجات اللي احنا بنعملها صح وايه الحاجات اللي احنا بنعملها غلط. اشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله، كان معاكم دكتوره رندا شفايه.